وزي ما اتفقنا تعالوا نفلتر بقى البيانات اللي طالعه لي، بس تعالى نراجع الاكواد بتاعتنا ونمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه او نوقف الايكو بتاعها، يعني نشيل الديباجنج اللي ملوش لازمه ده عشان ما تلخبطش كده. انا مش محتاج اشوف الكلام ده، خلاص اتاكدت ان هو ماشي مظبوط. جيسون ادي اللونجيتيود والاتيود، كل الكلام ده هعمله كومنت مانيش محتاجه، ونبقى نطلع الفلاج بعدين. بي اتش بي كومنت هنا بعمل ايكو لليو ار ال، ونسيت اعملها بلاير في الفيديو اللي فات، اضطريت ان انا اعمل ريسيت للكي بتاعي. وهنا هنوقف الكلام ده مؤقتا، مانيش محتاج كل الكلام ده. طيب انا اسيف كده واشوف ان انا اصلا لو عملت دلوقتي براوس ان كروم على طول هو هيسألني لو عايز سيف. تمام، ممكن اقفل الصفحة كده، انا مش بطبع اي حاجة عندي. ابدا اختار بقى الحاجات اللي انا عايز اطلعها. انا عايز اطلع الفلاج مثلا بتاعي، فهاخد الكلام ده كده، ادي الجزئية بتاعت الفلاج يا باشا، ناخدها كات وابدا انزل تحت في الامبلمنتيشن بتاعي هنا، وانزل الفلاج وادوس كنترول اس. يعني عندي انا هس يعني لازم اي حاجة بعدل فيها اتاكد ان هي اشتغلت مظبوط كده. الفلاج طلع لنا، هنبدا نرجع لدارك سكاي بقى ونشوف ايه الامكانيات اللي عندي عشان اخرج بيها المنتج بتاعي ده، او اطلع بيها الريسبوند ده اللي هو بيطلع منعكش النعكشه البيضه دي. ادي دارك سكاي بيقول لك في الدوكيومنتيشنز بتاعته ان انت ده التيبيكال ريسبوند اللي بيجي لك. هنا انا عندي في الفوركاست ريكويست في بارامترز ممكن ازودها على الريكوست ده وهو رايح عشان اتارجت حاجات معينة. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا سمري بيطلع في الكرنتلي مثلا طالع بالشكل ده هنا، في اللي طالع بالدقيقة طالع شوية طويل. هنا دارك سكاي قايل لك انت ممكن تتحكم في اللغة اللي بيطلع بيها السامري ده، لكن الباقي كله هيفضل انجليش زي ما هو. اللغة دي ممكن اكستمها على حسب اللغات اللي هو بيوفرها لنا. تعال نشوف هنا الجزئية دي اسمها request parameters، المتغيرات اللي اقدر انا اديها للريكوست عشان ابدأ اتارجت حاجات معينة او specific respond بقى يجيلي. لو جيت على اللانجويج بيقول لك الشكل ده، يعني المتغير عندي البارامتر نفسه اسمه LANG language، اختصار يعني language، بيساوي هنا القيمة اللي بين القوسين دول او بين التو براكتس دول، بيجي لي بقى القيمة اللي هي بتبقى AR او AZ او على حسب اللغة اللي انا عايزها. تعالى كده نجرب نحط language تبقى عربي، بس خد بالك ان انت عشان تزود العربي لازم تزود الانكودينج بتاعك او تضيف الانكودينج بتاعك. فجوه الهيد سيكشن كده ممكن نظبط الانكودنج بتاعنا ان هو يبقى يو تي اف 8، وفي الميتا يبقى يو تي اف 8 برضه بالشكل ده. وهنا هنزل على الريكوست بتاعي وهضيف في نهايه الريكوست، احنا الريكوست بتاعنا بالمناسبه كان بالشكل ده، لا ما كانش فيه الكلام ده كده، الريكوست بتاعنا كان بالشكل ده بالظبط. فعملنا كونكاتينيت لفاريبل جديد اسمه LANG، وخد قيمة AR عشان يطلع لي السامري بالعربي. وجيت هنا فتحت الكلام اللي انا كنت عامل له كومنت مرة تانية وقلت له اعمل ايكو للفوركاست اري كامل بقى، هنشوف الاري كامل والمفروض هيطلع لي بالعربي، ولو ان هو بيسبب معايا مشكلة دايما، وهنشوف المشكلة دي هتفضل قائمة ولا لا. هو هنا طالع، يعني انا لو جيت اشوف مثلا انسبكت، اعمل انسبكت الجزئية دي، هتلاقي طالعة صافي وهنا اتظبطت. بعمل زوم ان زوم اوت تروح شغالة، لكن لو عملت ريفريش بص هتلاقيها برضه بايظة. فواضح ان انا هنا عشان تقريبا عامل ايكو والكلام ده طالع مش جوه HTML element. يعني في الاغلب ان انا محتاج اجيب المتغير ده لوحده، هقول ايه، هقول هات لي الاري كله، خش على الكرنتلي هات منه السمري، المفروض تطلع لي صافي، كلمه صافي بشكل مظبوط. فانا هاخد ده كده عشان ما اغلطش في اي سبيلنج، وهاجي هنا
هقول له انا مش هطبع الاي بقى كله، لا انا عايز اطبع جزء واحد بس منه. كل ده انا جايبه عشان اخد منه ايه، اقول ادي الاي اللي انا عايز اطبعه. هقول ايه summary هتساوي هات لي من الاي ده الكي اللي اسمه currently، وكانت ليه ده جواه اي في summary. الكلام ده كله حطيته في متغير اسمه summary، وبعدين هقول ايه، هقول ايكو واحط الكلام ده في بي تاج، اطبعه جوه بي تاج، وطبعا دبل كوتيشن لازم تبقى هي المحوطه الكلام ده عشان اقدر احط فيها المتغير البي اتش بي ده. وبعدين همسح بقى كل الكلام اللي ملوش لازمه ده، كنترول اس، ونشوف النتيجه هتطلع لنا شكلها عامل ازاي. قال لك لا يا معلم بقى، قال لك دي اوبجكتس، ده كده اس تي دي كلاس اوبجكت، ده اوبجكت من الاس تي دي كلاس، فمش بيتنادى بالشكل ده. بيتنادى بالشكل اللي عامل ازاي؟ قال لك انا هغلس عليك بقى، لازم انا دي بالشكل ده. فانا تعمدت ان اكتبها لك زي اللي فاتت عشان هو تقريبا واخد نفس الشكل بتاع الاي، ولكن هو اوبجكت، هو بي اتش بي اوبجكت. فمرة تانية نعمل كومنتنج للكلام ده وندوس على الكنترول اس ونروح نشوف الصفحة بتاعتنا. صافي طلع مظبوط، يبقى الانكودينج ما كانش شغال عشان انا ما ينفعش اطبع ببرنت ار عربي مرة واحدة، لازم اطبعه جوه HTML element عشان يقدر يعمل الانكودينج بتاعه مظبوط. طيب انا محتاج اطلع التمبريتشر، واحنا عرفنا ازاي نعمل اكستراكت بقى للكلام ده. طيب هل انا كده عايز اقلب الابلكيشن بتاعي يبقى كله عربي، ولا يبقى معتمد على الكود بتاع اللغه بتاع الاي بي بتاع المستخدم اللي داخل على الويب سايت؟ صح، افرض هو دخل واحد فرنساوي داخل من فرنسا مثلا، فعايز اطلعها له بالفرنساوي، صح كده؟ فانا مثلا تعال نشوف فرنسا، اكيد اف او، اكيد اكيد اللغه الفرنسيه اف او، يعني انا قلت دوس كنترول اس كده فرنش، اف او، لو ده كده بقى اف او، نشوف يعني ايه صافي بالفرنسيه، اكيد مش عارف انطقها، انا ما بعرفش انطقها بالعربي بالانجليزي ولا بالعربي اصلا. اهي جميله جدا، سيل ديجاجي، سيل ديجاجي، حلو سيل ديجاجي، فهو بقى سيل ديجاجي دلوقتي لو كان من فرنسا. طيب لو انا بقى عايز اخلي الكلام ده معتمد او بيطلع اوتوماتيك، هتلاقيني هنا فاكر كنت مطلع اللانجوج كود، فاكر انت عايزين لانجوج كود، نخرج بقى حاجة زي كده مرة تانية ونحطها فين يا معلم، نحطها قبل الكول، وبعدين نطلع الكلام ده هنا. ممكن بقى اكتبه زي ما انا كاتب بقية الكلام، كده المفروض يرجع لي عربي تاني بقى، لان انا راجل بتكلم من ايجيبت، الاي بي بتاعي جاي من ايجيبت. صافي جدا، صافي صافي، هايل جدا. طيب مش عايزين نتقل عليكم في اول فيديو، احنا كده شفنا ازاي نتحكم في اللغة بتاعة الريكوست بناء على الاي بي بتاع الفيزيتور اللي داخل عندي. يلا بينا نشوف اللي باقي هنعمل فيه ان شاء الله.